بمسائل في إلى أورشليم بموكب عظيم جدا وجمال حاملة أطيابا وذهبا بكثرة وحجارة كريمة، فأتت إلى سليمان وكلمته عن كل ما في قلبها، فأخبرها سليمان بكل كلامها، ولم يخفى عن سليمان أمر إلا وأخبرها به. فلما رأت ملكة سبا حكمة سليمان والبيت الذي بناه وطعام مائدته ومجلس عبيده وموقف خدامه وملابسهم وسقاته وملابسهم ومحرقاته التي كان يصعدها في بيت الرب، لم تبقى فيها روح بعد. فقالت للملك: صحيح الخبر الذي سمعته في أرضي عن أمورك وعن حكمتك، ولم أصدق كلامهم حتى جئت وأبصرت عيناي، فهو ذا لم أخبر بنصف كثرة حكمتك، زدت على الخبر الذي سمعته. فطوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين أمامك دائما والسامعين حكمتك، ليكن مباركا الرب إلهك الذي سر بك وجعلك على كرسيه ملكا للرب إلهك، لأن إلهك أحب إسرائيل ليثبته إلى الأبد، قد جعلك عليهم ملكا لتجري حكما وعدلا. وأهدت للملك 120 وزن الذهب وأطيابا كثيرة جدا وحجارة كريمة، ولم يكن مثل ذلك الطيب الذي أهدته ملك سبأ للملك سليمان. وكذا عبيد حرام هو اللي هو ملك لبنان اللي ساعده في الهجرة، وعبيد سليمان كان قبل كده بيقول إنهم جلبوا ذهبا من أوفير، آتوا كمان إيه؟ آتوا بخشب الصندل وحجارة كريمة، وعمل الملك خشب الصندل درجا لبيت الرب وبيت الملك، وأعوادا وربابا ولم يرى مثلها قبل في أرض يهوذا. وأعطى الملك سليمان ملكة سبأ كل مشتهاها الذي طلبت، فضلا عما أتت به للملك. فانصرفت وذهبت إلى أرضها هي وعبيدها. نصلي. أبانا السماوي، نشكرك نمجدك نعظمك لأجل هذه النعمة رب التي نحن فيها مقيمون. يا رب نشكرك لأجل شهادة التاريخ التي تطوب مختاري الرب الأتقياء الذين يعيشون بالتقوى في المسيح يسوع. تكلم إلينا وعلمنا رب، لأننا نطلب ونصلي في اسم المسيح
آمين. هاليلويا. سمعت ملكة سبأ بخبر سليمان، الدنيا تقلب تعدل. هي سبأ دلوقتي فين؟ سبأ اليمن. دخل الإسلام، خرب هي السعودية. كانت زمان ملكة سبأ دي يا من أغنى أغنياء العالم، في أي دولة يدخلها الشيطان تفلس وتقتل بعض. كانت شايلة حاجات لسليمان ببلايين. وسمعت ملكة سبأ بخبر سليمان، فأتت لتمتحن سليمان بمسائل إلى أورشليم بموكب عظيم جدا وجمال حاملة أطيابا وذهبا بكثرة وحجارة كريمة. فأتت إلى سليمان، سمعت عنه إنه حكيم، ما فيش في حكمته، فعندها شوية مشاكل في الحكمة، يعني مش إنها رايحة تؤمن يعني، لكن رايحة تتناقش معاه في الأمور اللي هي الفلسفية والحاجات دي. فبتسأله على الأمور، كانت في قلب ملكة سبأ. فأخبرها سليمان بكل كلامها، مفيش حاجة خفي عليه، وده امتياز كبير إن الإنسان يكون مطلع وعنده يعني حكمة في فهم كل شيء. وكانت الحكمة دي أيام سليمان، ومفيش حد قبله أحسن منه ولا بعده أحسن منه. لأن سليمان ما كانش عايش بالتقوى، ما فردوش الحكمة في حاجة. أي واحد عنده فلوس كتيرة لكن مش عايش بالتقوى، الفلوس لا تقدم ولا تؤخر شيء. والكلام ده قاله سليمان نفسه في أسفاره، خصوصا في سفر الجامعة. في بعض الناس بيشعروا بتعب في سفر الجامعة، صحيح خدام كبار يعني مش صغيرين، ما اعرفش ليه، لكن سفر الجامعة هو الحقيقة، هو ده الحقيقة، ما فيش حقيقة أحسن من سفر الجامعة، لأنه بيصور إنه تحت الشمس. إيه تحت الشمس دي؟ كل العالم تحت الشمس، ما فيش حاجة فيه ولا جديد تحت الشمس. انظر ان هذا جديد، اكتشف في الاخر المعروف قبل كده. وسفر الجامعه، وهو حسب تصوري انه اخر سفر كتبه سليمان، ترى مشي للانشاد، مفيش يعني دليل قوي يقول كده، ما حدش يعرف كتب ايه الاول. لكن الحاله بتاع سليمان لو ربطناها بالثلاث اصفار يبقى أنسب يكون هو كتب نشيد الأنشاد الأول، لما من أيام العز، لما رب ظهر له مرتين وكلمه ربنا، كلمه يعني، فكان عز كبير أوي، كلمه مرتين. وبعدين الأمثال دي زي حكمة، إيه يعني زي الواحد يسلك في الدنيا. وبعدين الجامعة كله بايظ، كله خربان. فدي حياة سليمان فيها الثلاثة دول. الأرقام اللي مذكورة هنا أرقام صعب حسابها، ولو تتحسب توصل إلى صعب تصديقها حتى. يعني وزن الذهب اللي جابته ملكة سبأ قيمته كام؟ في عندي كتاب مذكور فيه القيمة دي، الكتاب ده طبع من حوالي 40 سنة، فقيمته من 40 سنة كان
تريليون، ما اعرف شو بدي كم، تريليون دولار. دلوقتي كم؟ 40 سنة، حاجة لا توصف يعني. الموقف هنا كأنه مش من الدنيا دي، يعني حاجة فوق خالص. أنا ما أعرفش في حصل إن في ثروة إنسان تريليون، أنا ما سمعتهاش. يعني ما بيطلعوا كل سنة مين أغنى واحد في العالم، أنا ما شفتش تريليون دي خالص. لكن كانت موجودة أيام، مش كثروة إنسان، دي كهدية من إنسان لإنسان، إهداء تريليون دولار. فأتت لتمتحن سليمان بمسائل إلى أورشليم بموكب عظيم جدا. واضح إن الوقت وقتها كان مريح قوي، يعني الرحلة دي قعدت فيها كام مثلا؟ شهر جايز، مش أقل من شهر. ليه؟ عشان تعمل إيه؟ إيه اللي تخلصه في الشهر ده؟ ولا حاجة، شوية مسائل كده يتناقشوا مع بعض وترجع، الناس فاضية. يعني جاية ليه يا ستي؟ أشوف حكمة سليمان إيه؟ المسيح استخدم الحكاية دي، إيه اللي استفادته ملكة سبأ لما جاءت تزور سليمان؟ اتسلت شوية، انبهرت بس خلاص. عملت إيه يعني؟ إيه اللي خدته من الغنى الفاحش؟ وهي لما ندرس بالظبط إيه شافت إيه ملكة سبأ؟ يعني مش لازم أنا، يعني أنا طبعاً أشوفهم كانت بيت أحسن. أي حد يا خدت إيه يعني؟ إيه اللي أنت خدتيه؟ لأن موصوف بتدقيق شديد بتفاهة يعني. لكن هي بتعتبر دي رحلة العمر بالنسبة لها. اهتمام الست دي بالرحلة دي، ده اللي استخدمه المسيح عشان يبكتنا احنا. ملكة سبأ جاءت من آخر الدنيا عشان نشوف حكمة مين؟ سليمان. ايه حكمة سليمان في الآخر؟ قلت ولا حاجة. ايه حكمة سليمان؟ هنقرا بالتفصيل. طب ولاد ربنا بيقدر يقعدوا في حضرته قد ايه؟ دول 5 دقايق ويقفل الكتاب ويقوم. طب ايه يعني؟ مش فيها درس يعني؟ فيها درس. ملكة سبأ جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهو ذا أعظم من إيه؟ من سليمان. هون من اللي بيجي؟ ولا حد جاي. المسيح بيتكلم على العهد الجديد، الناس كلها بتهاجم عليه عشان الشفاء بس. لكن حد يسمع كلامه ويفهمه ويدركه؟ ما فهموش حاجة. آيات وعجائب كله مرة. طبعا سليمان اللي عنده آيات ولا عجائب عنده فلسفة. وجات له ملكة أنقاصي الدنيا. فأتت لتمتحن سليمان بمسائل إلى أورشليم بموكب عظيم جدا وجمال حاملة أطيابا وذهبا بكثرة وحجارة كريمة. فأتت إلى سليمان. طب واللي يجي المسيح بياخد هدية مع قد ايه؟ لا، هو مش عايز هدية أرضية خالص، هو عايز قلب فاهم، عايز نفس راغبة. هو المسيح اللي بيدي مش بياخد، نفس مشتاقة انها تاخد تتعلم. فيدي النفس تلذذ روحي ورفعة روحية وعز ومجد عظيم جدا، غير الأكاليل اللي ياخدها فوق. فستقوم في يوم الدين وتدين هذا الجيل، الجيل اللي كان المسيح حاضر فيه، تقول له انا جيت لسليمان اللي هو كلكم الذهب وفضة على بعضه كده، وانتوا ما تجيش المسيح اللي هو كلية القداسة والقدرة، الله الظهر في الجسد. الدنيا تحب القشر مش الأصل.
فأتت لتمتحن سليمان بمسائل إلى أورشليم بموكب عظيم جدا وجمال حاملة أطيابا وذهبا بكثرة وحجارة كريمة. فأتت إلى سليمان وكلمته عن كل ما في قلبها، يعني كل ما في قلبها يعني كل الحاجات اللي محيرها اللي في قلبها بختها لسليمان عشان تستفيد من الرحلة. وكتير بيحضروا الاجتماعات ما بيقولوش حتى ارحمنا يا رب، بيتفرجوا فرجة كده يطلعوا. لكن ملكة سبا استفادت، كل اللي في قلبها بخته لسليمان، فأخبرها سليمان بكل كلامها، رد لها على كل حاجة، كلها مناظرة يعني كده زي سقراط وأفلاطون يعني حاجة زي كده، فيلسوفين مع بعض بيتكلم هي وهو سليمان. ولم يخفى عن سليمان أمر إلا وأخبرها به، لأنها ملكة. لو جه واحد لسليمان كان يتكلم معاه، يتكلم معاه إيه؟ خصوصا الهدايا كبيرة خالص مالية الدنيا بره. فده يعني إيه فائدة الأغنياء من الأغنياء، وفائدة المحب الغنى من محب الغنى، خدوا إيه في الآخر؟ ولا حاجة. زي لما رئيس الولايات المتحدة الحالي ده اللي اسمه أوباما، أول ما بقى أوباما كام شهر كده في أول سنة المرة الأولى ادوله جائزة نوبل للسلام. ليه؟ قال عشان أكثر الصور تصور بيها في مجلات العالم. طب وطلع هو جائزة السلام ياخدها ولا جائزة الحرب؟ بيعمل إيه دلوقتي هو؟ بيساعد داعش بس بالخفاء، واللي يضرب داعش يضايقه. فين الجائزة نوبل يا أخي؟ بقى سلام العالم، الطيران يروح يضرب هناك ويروح يكب أسلحة لداعش في السكة؟ غلطنا، خطأ خطأ. لكن في انبهار بيه خصوصا مسلم وأسود بتاع ده ملك السلام بقى، ازاي انتخبوه الولايات المتحدة وهو لونه كده؟ وكان العهد يعني ما فيش حد طبعا انتخب قبله اسود، لكن لغاية عهد صغير كان ممنوع انتخاب انهم ينتخبوا السود، مش انتخبوا كرؤساء، ان هو يدخل انتخاب ما يدخلش انتخاب. فاعتبروا بقى دي معجزة كبيرة جدا، وكله قشرة، العالم كله قشرة. فأخبرها سليمان بكل كلامها، ولم يخفى عن سليمان أمر إلا وأخبرها به. فلما رأت ملكة سبا حكمة سليمان، شوف بقى شافت إيه حكمة سليمان، لأنها طبعا هي فيلسوف وتحب الفلسفة. ومكتوب عن شعب من الشعوب اللي هو الأثينويين، لا يجتمعون الا الى يسمعوا حاجه جديده. فحتى بولس لما راح هناك وردوا اريوس بغوس قال لنا ايه القيامه الاموات دي؟ حاجه جديده عليهم. فده اللي بيطلب الحاجه الجديده، الحكمه الجديده، الاراء الجديده، ولغايه دلوقتي بتهم الناس جدا. فلما رات ملكه سبا حكمه سليمان، طب وايه تاني؟ والبيت الذي بناه، البيت ده مش معروف اي تقصد ايه، هل بيت الله؟ طبعا جايز لانه اهم بيت بنى سليمان. هل بيت بيت فرعون؟ هو ما كانش مقيم معه على طول، ده كان يعني بيتنقل يعني من بيت لبيت، عنده 1000 زوجه او 700 زوجه و 300 ذرية. بس كل ده كان مش لما جت ملكة سبا لقت 1000، لا ما اعرفش لما جت لقت كام. هو ابتدى يتجوز بعد ما بنى الهيكل، بعد 20 سنه فتح على موضوع الزواج ده. والبيت الذي بناه وطعام مائدتي، طعام مائدتي، مش حتى انه بياكل مثلا بشراهه، لا
لكن الطعام بتحط الطبيزة يتوزع على الخدمين أو يرموه. ومجلس عبيده، يعني ايه مجلس عبيده؟ يعني العبيد بيقعدوا ازاي؟ يبدو ان كان في نظام في القصر، يبقى غالبا البيت بتاعه اللي هو الشخصي بتاعه او بيت الملك بتاعه، يعني اي حاجه كده، لان بيت فرعون بس كان بعيد. اللي هو بيقعدوا ازاي في القعده بتاعتهم بتوع عبيد سليمان، ولما يدخل بقى ازاي يقف كده حركات بقى. وموقف خدامه، المفروض هنحس ان عبيده هي اقل، لا ده هناك العكس، عبيد سليمان هم اللازقين فيه قوي، اللي هم بيسرعوا للخدمه زي عبيد داود برضه، لكن الخدامين دول الخدامين اللي بيعملوا اي حاجه هايفه كده. عشان كده العبيد قاعدين والخدامين واقفين. مجلس عبيده وموقف خدامه، والهدوم رهيبة وملابسه، والناس اللي السقاة بتوعه وسقاته. عندنا واحد كان سائل للملك اسمه مين؟ اسمه نحامي، كان ساقي الملك. لا نقرا عن لبسه ايه ولا بيجلس ازاي ولا بيعمل ايه، اه ساقي وخلاص. طب ونحامي عمل احسن منك ولا انت سليمان؟ ابدا نحامي عمل احسن، لان دايما تقدم دوك الطلاء وراح نازل تاني. سليمان ايوه بنى البيت 20 سنه اولى، بعد يبتدى نزول 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 لغايه اخر 20 اخيره كان بيسجد الاوثان. هم عاش 40 سنه، او ملك 40 سنه قصدي، مش عاش، عاش 70 لكن ملك 40. وسقاته وملابسه ومحرقاته التي كان يصعدها في بيت الرب. واضح ان سليمان وان ملك السبع رحت لاب ما يبتدي الجواز، لان بعد كده بعد 20 سنه نخ خالص وقع، فلسه كان بيسقط في بيت الرب كتير قوي. فكرنا بالرب يسوع المسيح لما قال عن الأرملة الفقيرة اللي ألقت في السين، دي أهم من كل اللي ألقوا في الخزانة، والرب بصر سليمان اذبح أخويا اذبح اذبح، أنا شايف مستقبلك شكله زي ما أنت ذبحت كتير، هتتجوز نساء كتير، هتعبد آلهة كتيرة كمان. يا خبر أبيض يا سليمان، ده اللي هو متسمي على اسم ابن داوود، لأن الرب قال مش أنت هتبني البيت، لكن هاجعل سلام في بيتك، وسمى له الاسم سليمان وخلي عصره سلام، يبني للبيت، إشارة للمسيح اللي هو رئيس السلام. لم تبقى فيه رهبة، يا رهيب 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 خالص. فقالت للملك: صحيح الخبر الذي سمعته في أرضي عن أمورك وعن حكمتك. الناس بلغوا سبأ وهي في أرضها عن أمور سليمان وحكمته، ولم أصدق كلامه. مفيش حد كده في الدنيا يفكر نفسه الأولى، يعني تلاقي واحد أول عليها يعني. حتى جئت وأبصرت عيناي، فهو ذا لم أخبر بنصف كثرة حكمتك. إن أنا سمعته يعني مش نص، أقل من نص، لم أخبر بنصف، يعني أنا ما وصلتش النص، لم أخبر بنصف كثرة حكمتك، أخبرت بأقل من نص. إيه ده؟ زدت على الخبر الذي سمعته، فطوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين أمامك دائما والسامعين حكمتك.
ودايما الملوك لما حد يدخل قصر ملكي ويشتهر شويه، يا بخت فلان يا بخت فلان يا بخت فلان يا بخت فلان. والغريبه اللي بيبقى قريب قوي للملك او رئيس الجمهوريه في الزمان ده هو اللي بيمشي امور الملك. يعني مين كان بيمشي الامور عند عبد الناصر؟ محمد حسنين هيكل. مين كان بيمشي الامور عند انور السادات؟ تتعجبوا، الطباخ بتاعه. الطباخ ده كان في الفيوم هناك، واخي مين بيحكي لي اي حد عايز حاجه يقول له الطباخ تاني يوم تحصل. بس يرضى الطباخ يبلغها للسادات. اما محمد حسين كان ده مشهور جدا، مش عايز حد يتكلم عنه. يعني انا اعرف ان واحد من اصل دوارة شلوا محمد حسين هيكل، كان ساكن عنده هناك وخطر ببال الراجل، بقى راجل سوري كده طيب، سادي يوسف ما يعرفش المصريين شكلهم ايه. فاكتشف انه ما بيدفعش النور والميه للسكن بتاعه. ما اعرفش انا كمان ايه اللي خلى محمد حسين هيكل يسكن في ايجار، يعني ده امبراطور يعني في فلوس. فبس طالبوا بيهم، ولا سكت ولا حاجه. بعديها باسبوع اتشلت العماره محمد حسين هيكل خلص، وتأمت راحت عبد الناصر. اتشل فيها الراجل. سلطه جبروت. الحكايه دي الاخ بطرس السلام لانه كان واخد المحاسب بتاع الراجل ده اللي اتشل، الراجل السوري ده مش عارف كان اسمه ايه. دنيا تقلب تعدل. واكبر شيء بيخلينا نطمن ان ربنا ماسك الدنيا ومش هتفلت منه حاجه، وبعدل كامل وبرؤية واضحة وبالحق تماما سيحكم على كل إنسان. ما زلنا في تأمل أذن المسيح. ملكة سبا جات وشهقت و ومحدش يعني بيشهق بالأعمال اللي بيشوفها المسيح دي، مع إن عمل حاجة ما سليمان ولا حاجة عمل إيه يعني؟ أو ميت ما قومش المسيح أول موته خلص الموضوع. كان كلامه رهيب، حكمته عجيبة. يعني اللي يسمعها يذهل. هي سمعت حكمة سليمان ذهل، عشان إيه؟ مخلوطة بالملابس، مخلوطة بمجالس السقاة أو مجالس العبيد، موقف الخدام والسقاة، المنظر على بعضه كده سينما سكوب. ذهلت. اما التركيز على شخص يذهل منه ليه عليه يعني؟ بشياطين ولا ايش الشياطين؟ يخرج الشياطين وخلاص خلص الموضوع. فقالت له في عدد 7: طوبى لرجالك. ده العدد يعني اللي بعديه على طول بعد ما قالت له انا لم اخبر الا بنصف حكمتك، باقل من نصف حكمتك يعني، هو اذا لم اخبر بنصف كسرت حكمتك. يعني قالوا لي اقل من النص. زدت على الخبر اللي سمعته. فطوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين امامك دائما والسامعين حكمتك. يا ترى لما ندل بالاسم نقول لواحد طوبى ليك، ده انت قاعد في بيت الرب بتتامل وتعبد كده 24 ساعه ولا حاجه خالص. حتى ممكن يتريقوا عليه، ده لازق في بيت ربنا يا اخي لازقه. يعني يسخروا منه، مش طيبوه، مع انه فيش نسبه بين سليمان والمسيح، فيش نسبه اطلاقا. ده عبد خاطئ بالنعمه مخلص، وده رب الكل، الله في السماء. دنيا مش فاهم حاجه الناس الدينامين دول. فطوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين امامك دائما والسامعين حكمتك. خليها مجنونة، بس احنا الأولاد ربنا نكون عاقلين. يعني عاقلين يعني نحب نسمع حكمة الله. الساهرين الرافعين الأيادي بالليالي في بيت الله، المتعبدين للرب اللي بينهم من الرب علاقة كانتش موجودة في العهد القديم، أو كانت موجودة يعني بصورة ضعيفة جدا،
تمجدت في العهد الجديد، لأن الله ساكن فينا بروحه. فلما شاف بقى هي ملكة سبع المواقف والهيصة دي الكبيرة دي، قالت له: ليكن مباركا الرب إلهك الذي سر بك وجعلك على كرسيه ملكا للرب إلهك. واحد قالت للمسيح: طوبى للبطن الذي حملك وثديين التي رضعتهما. ايه رايكم، دوكا احسن ولا الست دي احسن؟ طوبى ايه يا ستي؟ مبارك الرب الهك سر بك وجعلك على كرسيه ملكا للرب الهك، لان الهك احب اسرائيل ليثبته الى الابد، قد جعلك عليهم ملكا ابدا. ده سليمان هو اللي قسم المملكه، هو اللي قسمها. ليه؟ لانه عبد الاوثان، فربنا ارسل له نبي بينذره، قال هيقتل. كان النبي ده قال له علي يربعام، قال اقتل يربعام، والنبي ده هرب منه يعني. بس خلص الموضوع، ان المملكه اتقسمت فعلا. انت بتقول يا ستي هنا يثبته الابد، قد جعلك عليه ابدا، لا ابد ولا حاجه. مات سن السبعين، حتى أصغر مني في السن يعني، مات. أهدت للملك بقى إيه 120 وزن، ده التريليون، ده تريليون ذهب يا ستي. دي ميزانية يمكن أمريكا، ما أعرفش طبعا، أنا بألف ما أعرفش، المفروض أكثر من تريليون، كذا تريليون يعني، لكن دي ميزانية بلد، مش ملكك أنت بس، ده فايض عنها مش ملكها. 120 وزن ذهب وأطيابا ما لهاش عدد بقى، كثيرة جدا، وحجارة كريمة، ولم يكن مثل ذلك الطيب الذي هدته ملكة سبأ للملك سليمان. دي حاجة جميلة جدا، ان احنا ايه نهادي بعض، ولغاية دلوقتي في ناس كتير بيعملوا كده. اشكر ربنا، ربنا شفاني بالحكاية دي. شفيت منها ازاي؟ هي برضو عادة في البشر يعني. كان في بيحضر معانا مؤتمرات في مصر واحد غني، وانا كنت يعني تحت زيرو، دكتور عزيز فهيم، فاكرها طبعا يا فاتن. فكل شويه راح جايب لي هديه، اروح انا اعمل فيها شهم اجيب هديه، فاروح جايب لي هديه قدها ثلاث اربع اضعاف. فقلت خلص الموضوع ده، انا حاضر ارد عليه ولا حاضر امنعه يرد لي؟ اقول له ده بسط جايب هديه اثنين وخلاص خلص الموضوع، يعني هيقعد يلغي مين يعني؟ لكن الدنيا تحب تلغي بعض، وبتنظر الهديه مش طبعا الانسان مواضيع المتواضع ملوش دعوه بالهديه يعني، شكرا وخلاص. لازم اجيب اكتر، لازم اجيب اكتر. تبقى تلاقي الشغلانه عامله زي سبق، هنا ما نفس الحكايه. السبق بينها وبين سليمان، هي اسمها سبق رخر، المملكه بتاعتها سبق، بس مش سبق يعني سبق اللي احنا في المفهوم العربي يعني، الدولة اسمها سبأ. ولم يكن مثل ذلك الطيب الذي هدته ملكة سبأ للملك سليمان. خلصت بقى مين؟ خلصت ملكة سبأ. وكذا عبيد حرام اللي احنا بدناها من حوالي يمكن اسبوعين ثلاثة، جبنا سيرتها. هي عبيد حرام دول اللي هم ملك لبنان اللي ساعد سليمان في بناء الهيكل، وهو اللي بنى بيت ابو سليمان اللي هو داوود. فلما خلص الهيكل فراح قال له: انا ابعت لك عبيدي عشان انت عندك سفن تحت، بنى سفن يعني سليمان، يدربوا عبيدك ازاي يجيبوا ذهب اوفير، ده اغلى انواع الذهب، مذكور حتى في الكتاب المقدس ذهب اوفير، حاجه مشهوره جدا. وكذا عبيد حرام وعبيد سليمان الذين جلبوا ذهبا من أوفير. وده بقى شغلانة تاني، دي شغلانة تاني. الكلمتين الجايين لنا يعني الرب أنا وعلينا بالسودان بهذه المادة،
جابوا ايه؟ عبيد حرام وعبيد سليمان. ذهبوا ايه تاني؟ خشب الصندل. خشب الصندل اللي احنا عملناه في السودان هناك في المنبر، موجود في السودان منه، بس غالبا هنا كان حاجة طبعا شيك قوي، لكن احنا موجود عندنا نوع منه في السودان، وعملناه فعلا سلالم بتاعت المنبر بتاعنا هناك، وحجارة كريمة. وعمل الملك خشب الصندل درجا لبيت الرب، معناها انه خشب ممتاز جدا عشان يدخل مع درج بيت الرب. احنا بتاعنا كان يعني في مشرخ كده ومكسر مش حلو. بيت الرب وبيت الملك استخدم خشب الصندل. واعوادا، احنا ما ينفعش خشب الصندل لكن نعمل منه اعواد، او ما نعرفش مين يعمل منه عود يعني. وربابا ولم يرى مثلها قبل في ارض يهوذا، اول مره تعمل. جميل يا سليمان، حلو بيت الله. ربنا قال لك حط عليه ده، حطيت عليه ده، كويس خالص كويس خالص. اين قلبك يا سليمان؟ لغايه كده انا بيت ربنا، بعد كده مع الف سلامه. انا بحب النسوان وبحب الخيل، والاثنين ضد ربنا، وساب ربنا وقعد يجري ورا الخيل، وكل اسبوع يتجوز واحده، كل اسبوع يتجوز واحده. واعطى الملك سليمان، ده الرد بقى بتاع الموضوع، هي ادته كذا، ادها اكثر منها بقى. واعطى الملك سليمان ملكة سبا كل مشتهاه. يعني ايه كل مشتهاه؟ يعني البنت عينها غليظه، اديني دي، قال انت عايزه خدي، معناها كده. فكل حاجه اشتهتها في بيته خدتها، كل مشتهاها التي طلبت هي اللي تطلب، فضلا عما اتت به الى الملك. يعني اللي هي جابته ده اكتر منه، كلمه فضلا يعني زياده عن اللي جاب اللي جابته للملك. وانصرفت الى ارضها هي وعبيدها. يا الرحله كانت رحله كريمه جدا، الرحله كانت رحله مثمره جدا، الرحله كانت نافعه من كل وجه، الرحلة كانت رهيبة جدا في المعرفة. عرفت حاجات كتير أنا برايحة مش عارفها، عرفتها. فهل الهدية اللي أنا جبتها له عجبته؟ عجبته قوي خالص، بيشكر الكتاب في الهدية اللي جبتها ملكة سبا. وهل هو اداني اللي أنا عايزاه؟ اللي عايزاه وأكثر منه كمان. رحلة مثمرة جدا، واخرتها هو مات وهي ماتت. ورحلة أي واحد في الدنيا اخرتها موت، ما فيش فايدة، وضع على الناس أن يموتوا مرة. أما رحلة أولاد الله الحياة الأبدية، نهايتها الحياة الأبدية، ونهايتها نعما أيها العبد الصالح والأمين، ونهايتها وختامها ادخل الى فرح سيدك. طبعا سليمان دخل، ما دار شغل كده، لكن دخل في مكان متواضع جدا بالنسبه للسماء. يعني ملكة سبا ما اعرفش، ما اعرفش عنها حاجه، لكن في وعد ربنا ومخلصنا وفدينا يسوع المسيح، وفي تعليم الكتاب المقدس ان آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. هم لو ما فيش ألم خالص الموضوع، لا احنا آلامنا في الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد، لأن كل ألم لي بركة كبيرة جدا، كل ألم لأجل المسيح، لأن هو بدأ الرحلة بأنه صلب وأحيانا معه. بدأت الرحلة الطلاء، أخذ صورة العبد وبعدين صلب، أحيانا مع المسيح صلبت في أحياء البولس. فرحلتنا في هذا العالم، الرب قال في العالم سيكون لكم ضيق، علشان الأمجاد الأبدية تكثر لكل واحد فينا. رحلتنا لا تنتهي بالموت إطلاقا،
إطلاقا، لأن رحلة المسيح لم تنتهي بموت، مع أنه صلب ومات لكنه قام وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. الرحلة الأرضية إلى موت، أما الرحلة الإلهية السماوية فإلى الحياة الأبدية. ونشكر ربنا لأجل دم يسوع المسيح الذي اشترى لنا الحياة الأبدية بدمه، لأن احنا بهدلناها، بهدلنا نفوسنا مع الشيطان، مع الشر ومع الشيطان. ترنيمة جميلة: وافتداني أو واشتراني، واشتراني ذاك بالدم الثمين. افتداني وافتداني ذاك بالدم الثمين. لا شيء، إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. ولإلهنا كل المجد الأبد، آمين آمين آمين. مجد للرب. نختم بترنيمة رقم كام؟ هللويا.